طبعا يمكن لكن هذا أهم محور صراحة. يمكن نعم بداية الحديث هنينا الوطن بهذا المشروع الضخم والكبير والنوعي. طبعا أي مشروع، طبعا وجود المشروع هنا بحد ذاته هو فرصة للمملكة العربية السعودية بأن نوطن صناعة هذا المشروع الضخم التقني الهائل. نعم طبعا يمكن دائما مشاريع الطاقة الكهربائية يكون في جزء كبير صراحة منها يوطن صناعته من خلال الإنشاءات الإنشائية، من نعم. خلال الإنشاءات مثلا الحديدية، من خلال استخدام الكابلات، من خلال استخدام بعض الأنابيب الخاصة. نعم. فبالعكس يمكن أنا أعتقد أنه الصناعة الوطنية والخدمات الوطنية ساهمت في بناء هذا المشروع طبعا وفق نعم. الإحصائيات اللي احنا حصلنا عليها وكذا. طبعا لكن يمكن الجدير ذكره، احنا ناخذ تجربة الغاز توربين عندنا في السعودية. نعم. يمكن قبل 20 سنة أو 25 سنة ما كان عندنا أي مصنع، لا تجميع ولا مصنع، يعني خلينا نقول بشكل كامل يصنع التوربينات الغازية. نعم. قبل سنتين أو 3 سنوات افتتحت المملكة العربية السعودية مصنعين. نعم. لشركتين كبيرة اللي هي شركة سيمنز وشركة جي اي. نعم. تصنع وتجمع التوربينات الغازية. وكان أول توربين غازي لسيمنز لمصفات جازان بأرامكو. نعم. وكان طبعا برضو أول توربين غازي من مصنع جي اي كان لوعد الشمال بالشرق السعودي الكهرباء. فهذه طبعا في يوم من الايام يمكن تحقق حلمنا الان، يعني كنا فقط نعم. نستهلك او نركب هذه الوحدات الغازيه، الان عندنا مصنعين الآن عندنا مصنعين من نعم. الاولى على مستوى الشرق الاوسط. ولو نظرنا لها من توطين الصناعه من جانب ثاني، جميع يعني غالبيه من يعمل في هذه المصانع الان نعم. سعوديين وسعوديات نعم. وايضا المحطه يمكن الشيء المبهج صراحه، ونتقدم بالشكر للشركه السعوديه للكهرباء على جهودها، انه مشروع جديد وفاقت نسبه التوطين العماله نعم. السعوديه 90%. ممتاز. فهذه يمكن واحده من بركات توطين الصناعه. نعم. طبعا لو نجي ننظر لتوطين الصناعه او مفهوم اللوكال كونتنت اللي هو المحتوى المحلي، احنا نعم. بننظر له من جانب العماله ومن جانب المواد الخام ومن جانب الخدمات ومن جانب الابحاث والتطوير. نعم. فلو أخذنا مشروع اللي هو محطة الشقيقة البخارية، العمالة ما شاء الله مغطي 90%. فأنا أعتقد أنه إنجاز غير مسبوق. نعم. أنه مشروع جديد بهذه التقنية الحديثة والعالية، ويكون عندنا شباب سعودي كفؤ يدير هذا المشروع ويشغله ويصينه، هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين، لو ناخذ جانب الخدمات، الخدمات بشكل عام اللوجستية أو خدمات الإنشائية والمقاولات، نجد أنه يمكن عندنا تقريبا 79% نعم. من نسبة التوطين أو توطين الخدمات في هذا المشروع متوفرة طبعا. نعم. يجي عندنا اللي هو خدمة المواد، طبعا المواد هذه هاي تك اللي هي تقنية عالية جدا متقدمة نعم. ومحتكرة من شركات عالمية نعم. فطالما أنه وجدنا أنه الإحصائية اللي أنا تحصلت عليها أنه عندنا تقريبا 26 أو 25% نسبة توطين نعم. المواد والمعدات في هذا المشروع. المقصود به مواد موجودة محليا، ومنتجات يتم تصنيعها محليا للإنتاج، يعني في سلسلة الإنتاج. فهي صراحة نعتبرها بداية موفقة في هذا المشروع طبعا نعم. فالمشروع طبعا حنا عندنا يمكن 3 نقاط، العمالة والخدمات اللوجستية مغطاة بكميات كبيرة، ويتبقى دور إن شاء الله تطور اللوكال كونتنت في السبير باك المحتوى المحلي. طيب عندما يتم استقطاب شركات عالمية كما ذكرت يعني قبل قليل، سيمنز، جي إي، هيونداي وغيرها، شركات عالمية رائدة في مجال هذه المحطات أو ما يستخدم في هذه المحطات لتوليد الكهرباء، ما القيمة المضافة للاقتصاد عندما يتم استقطاب هذه الشركات لتوطين صناعاتها وإنشاء مصانع محلية على أرض المملكة؟ طبعا القيمة المضافة الحقيقية صراحة يمكن أول محور اللي هو تشغيل وإعطاء فرص وظيفية للشباب والشابات بالسعودية طبعا نعم. هذه يمكن أول نقطة. ولذلك لما نشوف جميع الورش أو مراكز الخدمات لهذه الشركات نعم. لما نجي نشوف المصانع اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي المصنعين للتوربين الغازية سواء الجي أو سيمنز، أعطت فرصة للشباب السعودي والشابات في مجالات فنية وإدارية يعملون في هذه المصانع نعم. فهذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه أنت بتمهد الطريق أنك بتنقل المعرفة، بتنقل التقنية
أكيد. فأنا أشوف أنه تجربة الغاز تورباين نعم. سواء مع الشركة السعودية للكهرباء أو مثلا مع شركة أرامكو بحيث أنها برضو تستخدم الغاز تورباين استطاعوا الشركتين هذه أنهم فعلا يجلبوا التقنية من خلال وجود مصنعين غاز تورباين كبيرة نعم. لأكبر الشركات العالمية في تصنيع الغاز تورباين. النقطة اللي بعدها أنه الآن يجينا الدور إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه الستيم تورباين طبعا هو نعم. يعتبر خيار استراتيجي وتنوع في إنتاج أو إمداد الطاقة الكهربائية في أي بلد أنه نعم. لازم تنوع مصادر الإنتاج عندك. فأنا أعتقد أنه في يوم من الأيام إن شاء الله بنشوف مصنع زي ما شفنا مصانع الغاز تورباين بإذن الله تعالى.